ما حدش ليه دعوة، أنا موافقة عليه. عايزة تتجوزي الراجل كان متجوز أربعة؟ وفيها إيه؟ الراجل ماله هدومه، مش كفاية يخرجني من القرف والفقر اللي أنا فيه؟ أنت يا واد مش أختك دي أخويا؟ وليه الكلمة عليها ما تتكلم؟ ياما الراجل مريح، متجوز بقى مش متجوز هي اللي هتشيل. المهم إن إحنا كلنا هنتروش. بس أنا بقى مش موافقة، إيه رأيكم أنتوا الاتنين؟ أنا كنت عايشة مع أبوك الله يرحمه، وكانت مستورة معانا. معانا النهاردة، معناش بكرة. كنا عايشين الحلو والبر، وانا ما ربيتكوش على كده خالص. انتوا اللي اتنين بقى بصلي للفلوس. ياما ياما ربنا بعدنا الجدع ده يفكها علينا شويه وبالحلال. نرفض ليه؟ يعني انت شايفه العرسان واقفه بره بالطابور؟ جرأة يا بنت. اسمعي ما اقول لك، انت حره، اللي عايز تعملي اعمليه، انا بقى ماليش دعوه بيك. والحبيبتي اللي بيشيل قربه مخرومه بتنز على دماغه، وانت حره واقفه ما تقفيش، انا ماليش دعوه بيك. ال 40 بتاع ابوك يعدي، هعمل لك حته فرح تتحكي عنه الحاره كلها. اسمعي يا حبيبتي، انا بقول لك قدام امك اهو تهجم على الراجل عشان تطلع من ورا مصلحه عيلتي. خلينا يا اخويا تبقى بالعقل، ده جواز ها، مش هنفسح يومين في مصر. ماشي ماشي يا اختي يا رئيسه البيت، هنبتدي العكنانه. وانا بديك الساعة لما اختي تبقى الرئيس والحكومة بذات نفس النفس. الله يرحمك يا سيد، الله يرحمك. يا مونا يا مونا يا مونا، في ايه يا بلال؟ في ايه؟ سايبت ركبي. مونا خارجة بكرة، الواد اللي رمالها الحشيش مسكوه خلاص. بتتكلم جد؟ ايوه مونا خارجة بجد يا بلال. هتطلع عن النيابة وانا خدها من الاسم. يا صلاة النبي يا حبيبتي يا بنتي. الله يبارك فيك يا صاحبي الباشا، مش عارفه بجد وانت جمالك فين؟ يوسف. نعم. خلصنا الاجراءات بتاعتها عشان تلحق تروح. حاضر يا صاحبي باشا. بسرعه. حاضر. يا حبيبتي الست انت بتعاتي دلوقتي ليه؟ ما هي خارجه. انا مش مصدقه نفسي يا عبد الله يا ابني. لا صدقي، اصلها اتاخرت كتير، انا خايفه يكون رجعوا في كلامهم. يا ست والله افراج افراج، انا مش مصدق الغلا لما اشوف بعينيا. شوف اتاخرت ليه؟ ما انت ليك دليل على الاسم ده. يا جت اهي يا حبيبتي يما، يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي اسم الله عليك يا قلبي. الحمد لله على سلامة، الحمد لله على سلامة يا سلامة. مش قلت لك هشوفك على اسفلت قريب؟ راجل يا ملهيل طول عمرك راجل. الحمد لله على السلامة يا منى. بيت صباح اكبرها ايه؟ ورحنا الخميس اللي جاي كفاره يا راجل، اخيرا هتتلم. ما تمد شويه يا جماعه عشان انا بيجي لي ارتكاريا من الحساب. بس الحمد شكر لك يا رب، الحمد شكر لك يا رب. وكمان جيب لي نفسي بعد ما رفضوك في الحي. انا اللي رفضت نفسي، انا مش في السكه الشمال. يلا 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 كان بالله على سلامتك يا قلب امك. يلا خش يا اني ما في زي عينيك بعشقك يا ميانا بحبك حبك. مالك كده يا عم شكلك وحش؟ فك يا عم، في ايه؟ الراجل عامل الاحتفال ده كله عشان خاطر نجاح الشريط. معقوله؟ معقوله في حد يحتفل بنجاحه في كباريه؟ هو لازم نحتفل فين يعني؟ الجامع؟ انت هتتريق ولا ايه؟ في حد هنا حاسس بجامع ولا بدان ولا باي حاجه؟ انت غريب برضه. انا مش غريب، انا زهقت، انا عايز امشي، انا عايز امشي، انا اتخنقت، عايز امشي. بقول لك ايه يا نجم؟ جمهورك بقى عايز يسمعك، سمعنا حاجه. معلش يا ريس، بس على اذنك، على اذنك ثانيه بس، على اذنك. ايه ده؟ ايه هو رايح فين؟ رايح يجيب حاجه من بره. طب اقول لكم ايه يا بنات، انا عايز اشوف الرقص بقى. الشريط مسمع في كل حته وحلو وزي الفل، ولا مش عاجبك ولا ايه؟ يلا رقصوا التورتايه بقى لما يبقى يجي ابو الشوط. يلا ها يلا قوي. الله لمن حمده.
اخسر ايه ولا ايه؟ ولا ينفع انضف من ايد النسوان؟ طب ينفع انضف من ريحه الخمره؟ والبص على البنات هعمل فيه ايه؟ انا عايز اتغسل عشان ربنا يقبل صلاتي. الله اكبر. حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال وسبحنا والطير خلصت يا زينب؟ كنا فاعلين. طب بعدين بعدين كملي كملي. صدق الله العظيم. لا يا اخويا خلاص انا رديت لك اهو. اتفضل يا اخويا. اجعله نور يوم القيامه ان شاء الله. امين يا رب العالمين. ليا وليك يا اخويا ان شاء الله خير. عاوز تقول حاجه؟ من زمان قوي ولحد وقت قريب أنا ما كنتش بطيء سيرة التلفزيون، وكنت أكره أي بيت فيه الجهاز الملعون ده. وكرهتنا فيه يا أخويا. الحقيقة سمعت ناس بيحكوا كده عن التلفزيون وبرامج بتيجي في التلفزيون، برامج مفيدة، برامج دينية وبرامج علمية. أنا اللي كنت غلطان، ما كنتش بديلهم وداني، ما بسمعهمش، لأني ما كنتش بطيء أبداً أي حد يتكلم عن التلفزيون قصادي. يا اخويا انا مش فاهمة اي حاجة. عاوز تقول ايه؟ الافيون. افيون؟ ايوة الافيون يا زينب، لان الافيون ده المدمنين بياخدوه، مع انه في نفس الوقت بيدخل في تركيبة ادوية كتير، يعني بيستخدم كادمان ممكن يستخدم كعلاج. دواء كحة، مش اسمه دواء كحة، يعني بيتاخد للكحة، لكن برضو فيه ناس بيستخدموه في حاجات تانية خالص. التلفزيون برضو فيه برامج كويسة مفيدة، في برامج دينية الفرجة عليها مش عيب، بالعكس وحلال، ولا ايه يا مشاور؟ امال ايه يا اخويا؟ طب ده حتى جارتنا جت قالت لي في مسلسل تركي حلو قوي، اسمه ايه والله ما انا فاكرة، اسمه وادي الغربان وادي الذئاب، مش عارفة اسمه ايه. ذئاب وغربان؟ ذئاب وغربان ياكلوا بطنها البعيده. اهي جارتك دي وامثالها هم اللي بيخلوا الواحد بيكره سيره التلفزيون. اقول لك خلاص انا رجعت في الكلام، والله ما هجيب التلفزيون. ليه بس ليه؟ لا لا خلاص يا زينب مش هجيبه. طب بس استنى اسمعني بس، حطه في اوضتك هنا ومفيش اي مخلوق يتفرج عليه غير وانت موجود. والله لو كده انا موافق، بس حسك عينك يا زينب اي حد من اهل الحاره يعرف ان احنا عندنا تلفزيون. انا مش ناقص فضايح على اخر الزمن يا اختي. ربنا يخليك يا اخويا، ما تحرمش منك ابدا، دي البنت عيشه هتفرح بيه قوي. كده مش حاجه. يا بلبل انت فين؟ ما بتردش على التليفونات ليه؟ امان يا دكتوره. امان يا سيدي. جاهز؟ جاهز يا معلم. ابدا إيه حبيبي بالفلوس. امرني. كام دول؟ 5 بواكي. دول يا راجل مش هعد وراك ولو اني عارفك بلطجي. امسك. احبك بالمانجا. زق عجلك بقى، بلا مانجا بلا برتقال اطلع. دي واحده 200 من دول ازق عماره. تقومي تروحي بقى؟ انت اتأخرتي. ماليش نفس اروح. البيت بقى الجو بتاعه يغمي، عامل زي المستشفى. خايف عليكي؟
ما تخافش، انا اصلا ما بقتش فارقه معايا. ايه رايك انا بفكر اطلب الطلاق؟ لا طبعا. ليه؟ ليه؟ وانا اللي كنت فاكراك هتقول يا ريت. اقول يا نهى ده فكر ان بعدك عن جوزك ده انا بنساه مش كويس، وفي ان انا مش مبسوطه معاه. مش عارف اقول لك يعني، ده انا مش عايز اكون سبب في اي حاجه ليها علاقه بطلاقك عشان ضميري ما يأنبنيش. انا بحبك يا نهى. بتحبني ومش فارق معاك اروح لراجل تاني؟ عن جوزك وفي ثانيه ممكن ما يبقاش جوزي. انت عمرك ما فكرت تتجوزني لو انا اتطلقت ولا ايه؟ مش عارف اقول لك يعني، انت شغله نفسك بالجواز والطلاق، دي حاجه بتاكل الوقت. وبعدين احنا اهم حاجه ان احنا نكون مع بعض على فكره. صح عندك حق. تسلم ايدي. ما اعرفش انا مستريح عندكم في البيت ليه. ربنا يريح قلبك يا صلاح باشا. ما بلاش يا باشا دي، مش قلت لك 100 مره؟ يا ولا يا امي كل ما تشوفك داخل علينا تقوم خلع. بتفهم يبقى انا ناصر. بقول لك ايه، اوعى تفتكرني كده ولا كده. كده ولا كده ايه؟ ده انا اكتر حاجه بتعجبني فيك انت بنت دوري، ومفيش حد يعرف يهزك. ما انت مصحصح اهو. بص يا منى، انا عايزك تشوف ليك شغلانه، حاجه كده تاكلك عيش انت وامك واخواتك. نتاجر في البودره. انا بتكلم جد ما بهزرش. منى كمان بهزر. نشوف لك محل في الحاره. محل حلو كده، حاجه تتلمي فيه. الدكاكين في الحاره بقت غاليه. بكام يعني؟ 60 50. يا بنت ايجار جديد 10 سنين ولا حاجه، ندفع لنا كام باكو كده؟ وكل شهر 200 300 جنيه. وما تخافيش، طول ما انا موجود محدش يقدر يخرجك منه ابدا. وده هنبيع فيه ايه ان شاء الله؟ اي حاجه، شرايط، افتحي بوتيك، بيع فيه دباديب، اي حاجه. انا بجد كده مش عارف ابص في عينك. ها؟ ليه؟ جمايل مغرقان. نستاهل كل خير يا ماما. والله وانا ان شاء الله خلصت لك موضوع المحل ده في ظرف يومين. طب يلا قوم، انا هشوفك بكره صح؟ طب هعدي عليك. طب قوم يا راجل عندك شغل. احنا قاعدين شويه. قوم. مع ان والله الواحد ما بيزهق من اللعبه. يلا. مش عايزه حاجه؟ سلام. الله يسلمك. يلا بقى. يا انت قطرني ولا ايه؟ لا سمح الله يا باشا، وانا اقدر اقطرك، حد برضو يقدر يقطر الحكومه، بس انت بالرجوله كلها تفهم في الاصول ولا مؤاخذه يعني، احنا رجاله زي بعض يعني. ولا ما تخليش اشوفك كتير هحبسك. خطفتها من على طرف لسان يا باشا. على فكره انا ساكن هنا، ما تقعد تشرب شاي يا باشا. ما تقعد تشرب شاي هيعجبك، شاي تقيل. منى افتح. تعالى اقعد يا بلال. مش عيب يا منى، مش عيب يا منى تقعدي انت والجدع ده لوحديك، وده حتى اخواتك مش موجودين. ده كلام. يخرب بيتك يا لا، يخرب بيتك، انت بتشك فيا؟ انا ما اقدرش اشك فيك يا منى. طب اقعد بقى اقعد. مش فاهم بس الناس هتقول ايه لما يلاقوك انت وهو قاعدين لوحدكم في شقه. ناس مين يا بلال؟ ناس مين؟ الناس دي كانت فين وانا مسجونه ومحدش سال فيا؟ انا عارفه طبعا انك انت راجل وبتخاف عليا، بس ما تنساش انا بنت مين. الله يرحمه. الله يرحمه بقى. وبعدين الجدع غرضه شريف، جايبني شغلانه نظيفه اكل منها لقمه انا واخواتي، اقول له لا؟ لا اذا كان كده تمام، بس خلي بالك من نفسك يا منى. ما تخافش عليا. هي الوليه مراتك خلفت ولا لسه؟ لسه، ولولا انها بنت حلال كان زماني متجوز عليها. طب ما توديها تكشف. الله يغلبنا يا منى، بس ربك بقى لما يجيت. استاذن انا احسن حد يقول ان انا قاعد معاك لوحدي. لا وانت جذاب. انت ما بتشربيش ليه؟ دي بطاله اليومين دول، اهدى بقى. ايه يا عم البت الجامده دي؟ امال بس عمال تقول لي تعالى معايا موزز، معايا موزز. ايه يا بت لسه اليوم طويل، ما تفكيها بقى. نعيش فكه يا عسل. ها
هو شوقي مش هيغني النهارده ولا ايه؟ انا عارفه يا اختي مات. يا فندم تحت امرك. هو المطرب اللي اسمه شوقي تسميه مش هيغني النهارده؟ لا يا فندم هو تعبان شويه مش هيقدر يغني النهارده. ليه ماله؟ ما اعرفش الله اعلم حقيقه الله اعلم. على فين انت تخلعي ولا ايه؟ انا صارف دم قلبي. ما تخافش انا اروح الحمام اتظبط الشغل ونجيلك تطلب لنا فستان بيره. ايوه كده يا مات. لا بيت الصوره احسن يجروا وراه. ما كنا قعدنا شويه رجعيه لذيذه. ما يذكروا مش هيبقوا لزاز. اقعدي انت يا اختي. خدي بالك عيال كتير قعدتك بتشتغل الشباب الصيادت يا بت. تنظام من هاتيهم بالك بقى عشان كارتي خلص. خدي هو بيرد عليك انا برد عليا. مشكلتنا يا جماعة إن قوة الانتخاب بتنحصر في قوة الناخبين وقوة المرشحين المتقدمين، بمعنى إن أنا من غيركم ولا حاجة وإنتم من غير الناخبين ولا حاجة. علشان كده عايزين نوصل للرجل الشارع الغلبان في الشارع وفي الحارة. عايزكم تحصروا أكبر عدد ممكن من الأصوات اللي موجودة في أبناء الدايرة عندنا. مش عايزين واحد ما يكونش عنده بطاقة انتخابية. عايزين نطلع لكل واحد البطاقه الانتخابيه الخاصه بيه ونديها له لغايه بيته عشان يشجعه يجي ينتخب. احنا لحد دلوقتي عاملين 200 بطاقه لناس ما كانش معاهم بطايق اصلا. برافو عدد بسيط صحيح بس بدايه كويس. انا معاه يا ريس. فاهمك نشأت. نعم. مكافاه فوريه للولاد. حاضر يا فندم. يا جماعه احنا عايزين ننزل للمواطن الشارع، عايزين نحتك بيه ونعرف مشاكله ونعرف همومه. عايزين نعرف كل واحد بيعاني من ايه، خاصة المواطن البسيط اللي موجود في دايرتنا. عايزين نعرف ايه همومه. عايزين نعرف الهم اليومي للمواطن المصري. هو ده همنا. عفزي هو ايه الهم اليومي للمواطن المصري؟ ولا ايش عرفني وانا اللي قلت؟ اساله هو. ايه بلاش مالك فيه؟ لا يا مغزى الهم اليومي للمواطن. معلش يا ريس اصل حفظي مش عارف يعني ايه هو الهم اليومي. لا مش مشكله، يعني سؤال جميل والواحد لما يكون مش عارف حاجه لازم يسال. الهم اليومي يا جماعه هي المشاكل اللي بيعاني منها المواطن يوميا، بمعنى رحلته في البحث عن الميه، عن العيش، عن الدواء، عن العلاج، عن المصاريف، عن اللبس. كل الحاجات اللي بتشغل دماغه خلال يومه مع أولاده ومع عيلته وفي بيته وفي شغله. بالتالي لازم نعرف إيه المشاكل دي وتكون هي مشكلتنا الأولى وهمنا الأول. يعني مثلاً نعمل إيه يعني؟ بمعنى لو افترضنا إن إحنا دلوقتي في الشتاء، إيه اللي ممكن يحتاجه المواطن فترة زي دي؟ البطاطين يا تاو. الله ينور عليك. يبقى إحنا من بكرة هنجيب بطاطين ونوزعها على الناس اللي تستحق. أوكي؟ هسيبكم مع نشأت ترتبوا مع الموضوع ده. اوكي مع السلامه. السلام عليكم يا باشا. شايف العالم بتفهم ومركزه وعارفه. انا مش لسه قايل لك كل الكلام اللي هقوله لك ده دلوقتي. بس مش كده. لا قايله لك كده وانت اللي بتستعبط. عايزين بقى كفايه. على فكره البطاطين موجوده من امبارح بس هو بيحب يشوف افكاركم يعني. شفنا يعني اذكياء ولا لا؟ بالنسبة للي قال عليه أستاذ نشأت هيدينا فين؟ ليلة. حاضر كله جاهز إن شاء الله. أيوة فين يعني؟ حالا. إمتى؟ أهي يا أخويا الأوراق المطلوبة. فين الست صوفيا؟ أنا أخويا. وفين الست السعدية؟ أيوة يا أستاذ. مين فيكم متبرع على الست صوفيا؟ أنا يا أستاذ وبطاقتي أهي. طب انتي تقربي لها ايه؟ بنتها. متبرع بيه يا اخويا؟ انا مش فاهمه حاجه. مفيش حاجه يا امه. يا استاذ ما الورق قدامك اهو، خلصنا بقى. ايوه بس الطلب اللي قدامي بيقول ان صباح سيد احمد هي اللي متبرعه بكليتها، والسيد ماهر حبيب متبرع لسعديه عبد السيد. يا لهوي انت عايز تموتني محصور. ايه بس يا امه؟ بس يا بنتي في ايه يا امه؟ استني يا امه افهميني يا امه. طيب ولا تعمل ولا ما تعملش يا امه. ابوت ولا ما اموتش؟ انت مالك؟ اوعي لازم ترعيلي بكليتك. اوعي كاني هفرح. ما انت عايزاني اعمل ايه بس ياما؟ اعمل ايه بس؟ سيبك تموتي ياما. حشفي ما تنسهمش. ولما هو ما حدش بيموت ناقص عمري ياما. انا ايه
ايه بس اللي هيجرالي لما تيجي كليتي؟ الشر عليك يا دنيا، تمشي الحكايه دي من دماغك خالص. ياما استهدي بالله بقى، استهدي بالله وفهمني. انا الدكتور طمني، قال لي ان البني ادم عادي ممكن يعيش بكليه واحده ومش هيجراله حاجه، لكن انت ياما الاثنين عندك بايظين. يعني انا مش هيجرالي حاجه لما اديكي كليتي؟ لو جرالك حاجه يعني بعد الشر عليك. لا لان هي سعيده هموت نفسي وراك يعني ولا ايه؟ وانت ياما انت لو جرالك حاجه انا اعمل ايه؟ عايش بقيت عمري اقول يا ريتني كنت اديتها كليتي. بوس ايديك ياما، هبوس ايديكي زي ما طول عمرنا بنقسم الرغيف سوا. مش هيجرى حاجه لو اديتك كليتي. وانت لازم تعيشي ياما، ولا انت عايزه تسيبيني لوحدي؟ انا عشت طول عمري غير عشانك انت حبيبتي. خلاص ياما وفي بقى عشان خاطري. اسعد الدكتور الاول. ماشي ياما، بس انا متاكده انه هيقولك نفس اللي قاله لي. الواد مش كان يبقى هنا يولد بره على امي بكليتي، وانا والمسيح الحي ما كنت هواف؟ هي دي معقوله؟ ايوه اقعدي احرجي في دمك انت على حته كلب ما يستاهلش. يا وليه هو انا بقى في حاجه؟ ايه يعني لما اديك الكليه؟ ها؟ بلاش يا ستي، خديها مني وهتبقى حاجه مني شايلها جواكي. اسكت بقى يا ماهر، انا مش عايزه حاجه. يا وليه يا جاموسه، انا راجل مشلول ومحتاج اللي يخدمني. هعمل ايه بعد ما تروح مني يا سعديه؟ ها؟ هروح فين؟ مش هيحصل لي حاجه يا ماهر اطمن. هنستنى ايه اكتر منك ده؟ وهو ابنك لو يحط في عينه حصوه ملح كان بعت لنا قرشين نزرع بيهم الكلب بدل ما تتمرمط انت ولا اتمرمط انا. زرع كلب 80,000 جنيه، وهو من ساعه ما سافر ما بعتش غير 5,000 جنيه عمري، هيهون عليه يبعت 80؟ لو ليه عجلي؟ عايزة تسيبيني الصبح يبهدل فيا، حصل لك حاجة؟ قول بقى انك باصص لنفسك وخايف عليا اموت لحسن ما تلاقيش حد يخدمك. ايوه يا سعدي، انا بحب نفسي بس المهم ما تروحيش مني يا سعدي. انت شقيانة طول العمر، ده انت ما تستاهليش كلمة، ده انت تستاهلي جسمي كله يا سعدي. خد يا سعدي عشان خاطري. روح انت البيت وانا هجيبها لك لحد البيت. شوف الواد تجيبها لنا يا واد، بقول لك اروح ازاي وانا برتعش. خد يابا بطانيه واحده بس يا واد، انا هموت من الساعه. خد يابا، خليك كده ملخبطني. اقول للناس ابني بيشتغل ايه؟ ما انا مش عارف اقول لهم ايه. قول لهم اي حاجه، ما انت قلت شغال في الحشيش يابا، هتقول اكتر من كده يابا. المهم الراجل ده هو اللي جايب البطاطين، احفظ شكله كويس عشان تكتبه في الانتخابات. مادام بيدي للغلابه يبقى هينجح، ومادام هينجح يبقى عمرك ما هتشوف وشه تاني. ورا استنى هنا، ورا هنا اهو. امسك، استنى يا واد، استنى هنا ايدك. امسك بصوا يا جماعه، بكره في كميه كبيره هتيجي وكله هياخد. خالي بكره ايه؟ ما خلاص خلصنا. امال انت كنت عايز نخلص منهم ازاي؟ بس احنا معانا. ها؟ ندوش لنا 200 بطانيه. حلو قوي، وانا مظبط لك اللي هياخدها. خد يلا يلا يلا، اتكل على الله. موضوعنا النهارده يا اخوانا
هو موضوع الساعة، ومش الساعة اللي هي يوم القيامة، لا الساعة اللي هي الساعة دلوقتي. ايه هو موضوع الساعة؟ مباراة في كرة القدم، في الفوتبول. في الفوت ايه؟ ايوه في الفوتبول، بين دولتين شقيقتين مسلمتين عربيتين. طبعا عرفتم هم مين؟ هم مين؟ ها؟ مصر والجزائر. عليكم الرغم انتوا بتتفرجوا وبتشوفوا كل حاجة، ها؟ ماتش كورة بين مصر والجزائر. الماتش ده فين؟ في كأس العالم. قال كأس العالم، ومعشان كأس العالم ننسى كأس الآخرة، ويتحول الماتش لحرب، حرب بين الإخوان، بين المسلمين، بين العرب. لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله، اذكر الله من قلبك يا سيدي، قولوا لا إله إلا الله. ومن ليه الماتش قال بعد كده لازم يحصل يعني ماتش فاصل عشان يحددوا مين اللي يوصل لكأس العالم. ومن الفوفا ولا هي اسمها ايه؟ ايوه الفيفي. ام الفيفي دي تحكم ان يبقى ماتش ماتش فاصل فين؟ في السودان الشقيق، اللي هم سموها والعياذ بالله معركة أم درمان، معركة بين الإخوة، الإخوة في الدين، الإخوة في الله، بسبب ماتش كورة. صلوا على حضرة المصطفى، اذكر الله يا سيدي، قول لا إله إلا الله من قلبك. ليه كل ده؟ عشان إيه؟ عشان ماتش كورة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ده عشان كأس العالم. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ ها؟ احنا ما رحناش كاس العالم، وهم زي ما راحوا زي ما رجعوا، ده ما جابوش جون واحد يوحد ربنا. مش ده اللي حصل يا اخوانا؟ مش ده اللي سمعناه؟ انا لا ليا في الكوره ولا بحب الكوره ولا بشوف الكوره، بس ادي النتيجه. العيال الصغيره، العيال الصغيره دلوقتي مش طايقين بعض. تبص تلاقي العيل المصري، تيجي سيرة العيل الجزائري يبقى بتاخد منه كده ومتمحرر وعايز ياكله، وهكذا العيل الجزائري. عشان كده يا سيادنا، انا من هنا من هذه الحارة الفقيرة بوجه رسالة بالفم المليان للشعب المصري العظيم ولشعب المليون شهيد في الجزائر. بقول للاثنين اتقوا ربنا، خافوا الله، اقتلوا الفتنة في مهدها، الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. ايه بتعملوا ايه؟ لازم ننسى الماتش ده خالص، ولازم نفوق لنفسنا. ادعوا معايا يا ناس، اللهم ارحمنا جميعا، اللهم ولب بين قلوبنا، اللهم اهدي عقولنا إلى ما فيه الخير، اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على حضرة المصطفى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتقابل في الكلية بقى. طب هكلمك تاني، أكلمك تاني، مع السلامة. أيوة بابا. أيوة تامر. بتتكلم منين؟ الصوت بيقطع معايا. 6 جنيه. مش حضرتك قلت لي ان نهاية في اسكندرية مع مامتها؟ ايوه. ايوه ازاي؟ ثانية واحدة.